للمزيد ينضم الينا عبر الهاتف الاستاذ كمال حسنين رئيس حزب الرياده. استاذ كمال انا برحب بحضرتك معانا عبر شاشه اكسترا نيوز في هذه التغطيه الخاصه. تحياتي لحضرتك يا أستاذ السمر وتحياتي للسادة المشاهدين يا فندم. أشكرك. اليوم ونحن نتحدث في اليوم الثاني للصمت الانتخابي الذي يسبق أهم عملية استحقاق دستوري وهي اختيار رئيس الجمهورية لمدة 6 سنوات قادمة تبدأ من الغد ولمدة 3 أيام. كيف تتابعون الاستعدادات لهذه الانتخابات؟ أولا طبعا بالأمس واليوم أيام الصمت الانتخابي فكان كل دورنا كحزب ريادة عضو تحالف الأحزاب المصرية على مستوى 42 حزب الموجودين في شتى المحافظات والمراكز بدنا نركز على أن احنا عاملين مقراتنا فاتحين مقراتنا كمقر دليل انتخابي عند المواطن. أنا عارف أن الهيئة الوطنية للانتخابات عاملة موقع لمن يريد أن يعرف اللي هو القيد الانتخابي بتاعه فين ومدرسته إيه عشان تسهل على المواطن، ثم من خلال خطة أخرى اللي هي رقم 51-51 كذلك القوى السياسية بما فيها حزب الريادة على مستوى المحافظات عاملة مقرات اللي هي برنامج اعرف لجنتك. يعني احنا في كل المحافظات والمراكز مفتوح مقرات الاحزاب والقوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني عاملة دليل للناخب عشان يبقى رايح لجنته ما ياخدش وقت اثناء التصويت ويبقى الرقم واسم اللجنة ايه ورقمه في القيد ايه. الدولة المصرية من خلال الهيئة الوطنية للانتخابات شفنا المصريين في الخارج والتسهيلات اللي قدمتها الهيئه الوطنيه عندما الاول مره سمحت حتى اللي معاه بطاقه رقم قومي في الخارج ومنتهيه من حقه يدلي بصوته، وشفنا ده كان عرس ديمقراطي شفناه في 121 دوله ايام الجمعه والسبت والاحد الماضيين من خلال 137 بعثه دبلوماسيه رغم سوء الاحوال المناخيه وبعد المسافات بين الناخب وبين المقر بتاع البعثه الدبلوماسيه، لكن شفنا كان عرس ديمقراطي والمصريين في الخارج اعطوا رساله للعالم كله ان المواطن المصري بيمارس حقه الدستوري في بتعتبر الانتخابات الاسمى هي انتخاب رئيس جمهوريه لمده 6 سنوات. الهيئه الوطنيه للانتخابات كان لها دور ايضا عندما عقدت مؤتمر صحفي منذ 3 ايام برئاسه المتحدث الاعلامي المستشار احمد البنداري وبدات توجه الناخبين، بدا الاعداد يعني منذ يومين بدا سفر القضاة اللي هي بيشرفوا على الانتخابات حوالي 15,000 قاضي لاكثر من 11,000 لجنه بدا توزيعهم على عشان يستلموا المقرات الانتخابيه. فانا شايف جهود الدوله المصريه لتسهيل العمليه الانتخابيه من خلال الهيئه الوطنيه للانتخابات وتعاون كل الوزارات المعنيه وزاره التنميه المحليه عشان الاداريين اللي هيساعدوا القضاة في العمليه الاداريه والعمليه الفنيه كذلك وزاره الكهرباء عشان تضمن ان الكهرباء موجوده طول المده الاقتراع اللي هتبدا من 9 صباحا و9 مساء، ثم وزاره الداخليه وشفنا وزير الداخليه عمل اجتماع مع قيادات وزاره الداخليه عشان يتابع تامين الانتخابات الرئاسيه، وانا عارف ان دور الشرطه المصريه هو دور من خارج اللجان فقط، ليس له دور داخل اللجان، لكن تامين اللجان من الخارج والمناطق المحيطه، فانا شايف ان تضافر الوجود كلها من اجل ان يخرج المواطن، ثم التوفير الاخر ان بدات فيه عندي توفير لاصحاب الهمم وكبار السن والمرضى طيارات وعاملين كل اصحاب الهمم عاملهم الدور الاول عشان ما يقدرش يطلع مكان تاني عشان اساعد اصحاب الهمم واساعد المرضى واساعد كبار السن اللي لا بصوتهم، ثم كمان عاملين شرطه نسائيه عشان تساعد كبار السن من السيدات توصلها الى اللجنه عشان تدي صوتها ثم تصل بها الى فكل فانا في جهود قايمه بها الدوله المصريه وكما منح او اعطى المصريين في الخارج رساله للعالم اجمع اعتقد ان المصريين في الداخل يوم الجمعه والسبت يوم الاحد والاثنين والثلاث 10 و11 و12 هيدوا رساله للعالم اجمع ان المصري المواطن المصري قادر على اللي بيطبق حقه الدستوري في الادلاء بصوته، ثم رساله اخرى الاصطفاف خلف الوطن المصري في الأزمة اللي احنا بنعيشينها اللي كلنا بنتفرج في التلفاز وعارفينها اللي بيتعرض لها الوطن اللي هي الأول مرة منذ بداية القضية الفلسطينية سنة 48 تتعرض لها الدولة المصرية لها فكرة الوطن البديل ونقل الفلسطين إلى سيناء، ده حمس المواطن المصري أكتر أن يدي رسالتين، رسالة انتخابية ثم رسالة تضامن أن كل الدولة المصريين يصفوا خلف القيادة اللي هي بتعمل على الحفاظ على التراب الوطني المصري.
طيب أستاذ كمان، حضرتك أشرت أنه مقرات الحزب كانت بتساهم في مسألة تقديم أي معلومات استرشادية لمن يرغب في يعني الاستزادة فيما يخص مسألة التصويت والإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع، ربما سبق ذلك أو كان بالتوازي هناك مجهودات من حزب الريادة فيما يخص يعني حث المواطنين والوصول إليهم ورفع مستوى الوعي بأهمية المشاركة في هذه الانتخابات. كلمني أكثر عن دور يعني الحزب بصفة حضرتك رئيس لي في المجهودات التي سبقت هذه الانتخابات. احنا دورنا في الحزب كان بينقسم لشقين، شق حزبي وبنايد فيه مرشحنا اللي احنا اخترناه، وشق تاني اسمها حملة توعية. يعني انا كنت في محافظات، اخر محافظة انا جاي منها من احد محافظات الصعيد، جاي امبارح الفجر، كان الشق الاكبر ان انا بخاطب المواطن المشارك في اللقاء الجماهيري بقول له انزل وشارك، لان انا عندي اعضاء الاحزاب عدد قليل جدا جدا، لكن الغالبية لا ينتموا الاحزاب. فكان حملتنا خلال منذ بدأت المؤتمرات الانتخابية يوم 9 في الشهر هي دعوتنا لحملة اسمها حملة وعي، بناشد المواطن بقول له انزل وشارك وشوف اللي انت عايز تديله صوته اديه، بس انزل وشارك، انزل واقبل على اللجنة، مارس حقك الدستوري واختار ما تراه مناسبا على مساحة كل مؤتمراتنا في جميع المحافظات. كنا بناخد شقين، شق حزبي مع مرشح اللي احنا اخترناه، ثم شق اخر للمواطن العادي بقول له انزل واختار اللي انت شايفه يشبك من الاربعه، بس انزل وشارك عشان ندي رساله للعالم اللي احنا بنتكاتف نتواصل امام اللجان الانتخابيه عشان نمارس الحق الدستوري، لان ده حق شرعي. واختار والمرشحين الاربعه، سواء المرشح المستقل المرشح عبد الفتاح السيسي او مرشح الاحزاب الثلاثه، كلهم مواطنين مخلصين. عشان كده بنقول احنا ركزنا بمؤتمراتنا اللي خدت اكتر من حوالي 21 مؤتمر، كنا بنركز الشق الاكبر على حمله وعي اللي هو بنحس المواطن انزل وشارك واختار ما تراه مناسبا لك، لكن اهم حاجه انك تنزل وشارك وتمارس حقك الدستوري عشان تدي، كما كانت هناك رساله من الخارج الجمعه والسبت والاحد الماضيين، اعتقد ان المواطن المصري بكل قرى ومدن وربوع مصر في 27 محافظة سوف يكون أكثر، ويمنحوا رسالة للعالم أن المواطن المصري عندما يجد أن الدولة المصرية هو نازل لحاجتين، الحاجة الأولى انتخابات رئاسية، ثم الشيء الثاني عشان يعلن دعمه للدولة ومؤسسات الدولة ورئيس الدولة فيما يتخذه من إجراءات بسبب عارفين الحملة الشعواء أو الخطة الموضوعة للدولة المصرية عشان نقل الفلسطينيين إلى يعني إذا حضرتك شايف أنه العالم يترقب هذه الانتخابات لما لمصر من دور محوري وثقل إقليمي في المنطقة، خاصة في هذه الظروف الدقيقة والخاصة لما يحيط بالوطن من مخاطر ربما تخص انتهاك السيادة أو الأمن القومي المصري. طبعا كلنا شايفين ما يحدث، ويمكن المازال المخطط قائم، احنا تحول المخطط النهارده، احنا شايفين ما يحدث على ارض غزه، على ارض شمال غزه، ثم انتهى للجنوب، ثم انتقل من مكان لمكان 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 عشان يوصلهم العدو المغتصب، يوصلهم لاخر للحدود المصريه، وتبقى ازمه على الحدود المصريه في منطقه رفح. عشان كده الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال تواصله مع القاده سواء على المستوى الدولي او القاده الاقليميين، وبلغت لهم رساله ان كده بيبقى في خطوره، وان في جهات معينه عايزه تعرض الدوله المصريه وارض الدوله المصريه للمخاطر، فكان واضح. واحنا قلنا قبل كده لما سيادته قال سيناء خط احمر واحنا عندنا الجيش، لكن احنا لا نعتدي، لكن من يقترب لارضنا، لان في فرق بين الدوله المصريه، بصراحه الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل كده ان عندنا بنستقبل 9 مليون مواطن، بس 9 مليون مواطن من دول لا توجد نزاع على ارضها، ده نزاع داخلي بين جهه وجهه. نعم، اذا هذه المشاركه في هذه الانتخابات تحديدا لها انعكاسات هامه جدا، ويجب مشاركه الجميع، لانه يعني صوت كل مواطن امانه، وهناك 65 من المواطنين، 65 مليون مواطن مصري مدعوون للمشاركه في هذا الاستحقاق الدستوري الهام طبعا بكل تاكيد. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا الاستاذ كمال حسنين رئيس حزب الرياده.